توفي صباح يومه الأربعاء 15 نوفمبر الجاري الممثل المغربي القدير عبد الرحمن بن راضي المعروف في الوسط الفني بعسيلة، وذلك بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. وغادر عبد الرحمن بن راضي إلى دار البقاء بعد معاناة طويلة مع المرض في وضع اجتماعي صعب قيد حياته، بالإضافة إلى التهميش. وكان الفنان الكوميدي بن راضي يخضع للعلاج بقسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء إثر إصابته بوعكة صحية. وللإشارة، فإن الفنان عسيلة كان له الفضل في اكتشاف العديد من الفنانين الكوميديين المشهورين في المغرب.